السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في تفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام. رؤية البطاطا في المنام تدل على رجل قليل الأخلاق فاسق في دينه، وأكل البطاطا مع شخص في الحلم تدل على التخطيط لأمر قد يعود على الرأي بفوائد، لكن بعد وقت والله أعلم. أما طبخ البطاطا في المنام فهي دليل على نيل الرأي مراده، وأكل البطاطا المطبوخة في الحلم فهي تشير إلى نكد وهموم. فيما رؤية سلق البطاطا في المنام دليل على إيجاد الرأي الحلول لمشاكل والشفاء من الأمراض. أما رؤية البطاطا المقلية في المنام فهي تدل على تحصيل أمر طال انتظاره، ورؤية البطاطا المشوية في المنام دليل على بساطة في الرزق والعمر المجيد للرأي. أما رؤية تقشير البطاطا في الحلم فهي دليل على التفكير في أمور تجلب للرأي المتاعب والمشاكل. وتفسير تقطيع البطاطا في المنام أنه يدل على محاولة الرأي لحل مشاكله تشغله كثيرا. فيما رؤية زراعة البطاطا في المنام تدل على تخطيط الرأي لزواج أو تجارة، ورؤية قطع البطاطا في المنام دليل على الزواج والنكاح، ورؤية البطاطا بيد الميت في الحلم تشير إلى أفعال الرأي التي لم تكن جيدة مع الميت في حياته. فيما رؤية البطاطا في المنام للعزباء دليل على الصعوبات والأزمات التي يمر بها. أما رؤية البطاطا في المنام المتزوجة فهي دليل على الخلاف مع زوجها والله أعلم. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية تفسير اليوم، أتمنى أن ينال إعجابكم، وإلى اللقاء في تفسير جديد على قناتكم إن شاء الله.